أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم أصحاب الأبرار والمقربون ومن هم أفضلهم؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: من هم أصحاب الأبرار؟ يا أخي هذا كأنه ما حضر الدروس، مش نعمل فيه؟ الأبرار المقربون هم الذين عملوا أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، هؤلاء هم السابقون والمقربون. المقتصدون والأبرار هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، هؤلاء هم المقتصدون وهم الأبرار. الظالمون لأنفسهم هم الذين عندهم إيمان وعقيدة صحيحة لكن يفعلون شيئا من المحرمات، يفعلون شيئا من المحرمات التي دون الشرك، هؤلاء ظالمون لأنفسهم. فالأمة على ثلاث طبقات: ظالمون لأنفسهم ومقتصدون وسابقون. نعم.